كنحضروا مع السيد والي الجهه والسيد رئيس الجهه وايضا الساده العمال لتوزيع عدد من حافلات النقل المدرسي بالجهه. هذه الحافلات اللي انطلقت هذه التجربه منذ 2019 في اطار واحد الاتفاقيه شراكه مع مجلس الجهه لاقتناء 423 حافله، واللي كانت مدارج في اطار واحد الاتفاقيه كبرى بحوالي 1,800,000,000 ديال الدرهم. الهدف قلت من هذه اقتناء هذه الحافلات هو اولا ضمان تكافؤ الفرص خاصه على مستوى الوسط القروي وتعزيز العداله المجانيه والحد من الهدر المدرسي خاصه في صفوف الاناث. اليوم النقل المدرسي يعتبر احد مكونات الدعم الاجتماعي الاساسيه التي نراهن عليها الى جانب المبادره الملكيه مليون حفاظه، برنامج السير والداخليات والاطعام المدرسي. وحسب الدراسة التقييمية اللي قمنا بها تؤكد تطور الملحوظ في صفوف يعني على مستوى مؤشر أدية التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. فقط نطمح أيضا حسب يعني ما الأهداف اللي رسمتها خارطة الطريق 2022-2026 واللي وضعت محاربة الهدر المدرسي كأحد أولوياتها الاستراتيجية، نسعى إلى أولا الحفاظ على التلاميذ إلى حدود التعليم الإلزامي على الأقل، وأيضا ضمان تم دروسي في ظروف جيدة، وأيضا ضمان ظروف التعليم جيد يراعي مبدأ مبادئ الجودة من أجل تعزيز المكتسبات الدراسية، تطوير الكفايات ديال التلاميذ، وأيضا قلت من أجل تحقيق الجودة للمدرسة العمومية. العدد ديال الحفلات العدد ديال الحفلات اللي منصوص عليها في الاتفاقية هو 423 حافلة. Gracias.
هذا محمد حموز زياني تقريبا في فراغ غادي نسلم السيد السيد الوالي جماعة تفضل اجي تفضل شوف عندنا لاش هذيك برافو صافي عطاه شي واحد جماعة تسقي صافي دابا وجهت لي العميل صافي صافي اقليم الازيلال جامعة بيت بلال اقليم خنيفرة جامعة برج فاطمة كريم اقليم خنيفرة سيدريس خليك مع الوفد الأكاديمية جامعة أي تقلا وزود السيد المدير الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين سيد رئيس سيد خليف سيدريس سيد سيد فن حنان أكد حنان الغزالي ليش مو سيد العم؟ أنت خليك حدا خليك حدا وبين لكم طاقة. خليك أزيلال جامعة دولة. جامعة. أنت شو بدك بس؟ حراوي. حراوي. صح. جامعة ولاد قواوش. قليم خنيفرة دائما الجامعة سيد رئيس بول خير هذا هذا مربيع كل سنه تاعك هيك هي ضروري واحد بس الجامعه هاكا تشوفنا الجامعه اقليم دخوري بقى جامعه المفاسيس الجامعه كاين واحد الجامعه لا هو الجامعات
اليوم كاين بالنسبه للبرنامج 2022 92 حافله هذا هو شحال غادي نوصلوا 92 92 غادي نوصلوا لا هي 112 111 111 2023 بالنسبه للبطاقه التقنيه جماعه مستفيده أي بالنسبة للبرنامج 2022 عدد الجماعة كان 75 جماعة بالنسبة لعدد الحافلات 4 عجلات كان 46 والحافلات 6 عجلات كان 46 كذلك بالنسبة للصفقات كان جوج ديال اللي نوع اللون الأولاني فيه 46 ديال 14 مليون درهم اللون الثاني فيه 46 كذلك 16 مليون درهم بمجموع ديال 30 مليون درهم دونك عدد الجماعات كما تشوفوا هنا 75 جماعه والاهداف المرتقبه هو تشجيع التمدد على العلم القرائي ومحاربه العبث المدرسي والرفع من جوده التعليم وكذلك تحسين الخدمات المقدمه. وذكر الرقم ديال توزيع الحافلات حسب الاقاليم. بالنسبه لكل اقليم. بالنسبه ل 2022 كاين بالنسبه للازيد 20 حافله بالنسبه لخنيفر 20 حافله قيم صالح 20 من يمدا 16 وخريبكا 16 حافله بمجموع 92. Faire la climatisation. Finalement, la société. C'est domaine. Finalement, faire la clim ou la لا ريزيرت هادي يقول مازالو دخلي الداخل هكاك دور عندك
نادية القشيني الصحراوي اجي اجي سيد عمل لا باري بدا تحيد لا كارطو عاود دخلها هكا تيدير ليها لا لا دير هكا فاطمة كريم سيد القائد الجوي القوات المساعده جمعت مولاي عيسى بن دريس من الهلال كان غير بحال بروتكسيون سيفيل بروتكسيون سيفيل شي وحده في الدريات الكلي راه زيد بنت زيد جمعت عبد موسى من الدريات سي دريس واحد شويه شوف لي كاين اخرين هكا هيا هيا سيد رئيس جمعت مدير يعقوب الاقليم ديال الخريبكا السيد رئيس يعقوب بين داك كونتاكت حدا السيد والد شكرا فين هي فين هي اجي حدايا انت يا ايمان جمع هاد ولاد الدمام سيد عبد العزيز اهلا ولاد الدمام سيد الرئيس ولاد الدمام
واخا مورا مورا عطيني السير تاع بك تدرس سجل 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 سج